هجاوب شوية أسئلة يثيرها البلاميس حوالين الخلاص والمعمودية والإيمان وأمثال هذه الأمور، أحب أن أقولها ليكم علشان تكونوا عارفين الإجابة بتاعتي. يعني سؤال مثلا نقول الخلاص عبارة عن هبة مجانية، عبارة عن هبة إيه؟ مجانية، زي ما بنقول في رمية متبررين مجانا بالنعمة بالفداء. صحيح الخلاص هبة مجانية، ولكن استحقاقات هذا الخلاص وشروط نواله لابد من أمور معينة تتم لكي ننال هذا الخلاص، مع أن مثلا الخلاص هبة مجانية، لكن في يوحنا 3:16 يقول هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. إذا وضع شرط هو الإيمان، لا يهلك كل من يؤمن به. تقول الإيمان هو ثمن الخلاص؟ لا، مش ثمن الخلاص، ثمن الخلاص هو دم المسيح، لكن الإيمان شرط لكي تنال. 16 بيقول من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدى. إذن شرط إنه يؤمن ويعتمد لكي يخلص. من آمن واعتمد إيه؟ خلص. مرقس 16:16 ومن لم يؤمن يدى، يعني إذا ما كانش يؤمن يبقى هيدان. إذن الإيمان شرط والمعمودية شرط. أو مثلا في أعمال 2:38 لما اليهود نخسوا في قلوبهم يوم الخمسين وقالوا ماذا نفعل أيها الرجال والأخوة، قال لهم بطرس توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا لتنالوا موهبة الروح القدس. إذن خليك معايا هنا، إذن هتتكلم تاني هخرجك بره. هنا في محاضرة التفت إليكم. إذن في شرط توبوا وليعتمد كل واحد منكم عشان تنالوا هذه المغفرة. المغفرة مجانية لكن هناك شروط لنوالها. المغفرة مجانية، الخلاص مجاني، ولكن هناك شروط لنوال هذا الخلاص. على الأقل الإيمان والتوبة والمعمودية، وهناك شروط أخرى تأتي فيما بعد. واحد يقول التوبة لا تغفر الخطايا، ده بيقولوها البلاميس، يقول لك المغفرة بالدم واحد. المغفرة صحيح بالدم، ولكن لا تنال المغفرة بدون التوبة، لأن في لوقا 13:3-5 يقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يعني نحن لا نخلص بالتوبة وحدها، ولكننا لا نخلص بدونه. يقول برضو المعمودية لا تغفر الخطايا والمغفرة بالدم. صحيح المغفرة بالدم، ولكن ننالها بالمعمودية وننالها بالتوبة. يعني في مغفرة وضعها السيد المسيح على الصليب لا ينالها إلا كل من يؤمن به،
ده شرط، ولا ينالها إلا كل من يتوب ده شرط، ولا ينالها إلا كل من يتعمد ده شرط أيضا. فصحيح المغفرة بتأتي بالدم والخلاص بيأتي بالدم، ولكن لا يمكن بدون هذه الشروط وبدون الاستخار. والمعمودية هي الطريق الذي رسمه الرب لاستخار الدم، والمعمودية وحدها بدون إيمان بدم المسيح مش هتنفع. وبعدين يقول لك برضو المعمودية هي لمجرد إشهار الإيمان. لا، مش مجرد إشهار الإيمان. في مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. واليهود ما أشهروا إيمان في يوم 50، ما كانوش محتاجين للإشهار، لكن قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم لمغفرة الخطايا. إذن من ضمن فاعلية المعمودية غفران الخطايا مش مجرد الإشهار، مغفرة الخطايا. وإحنا بنقول كده في قانون الإيمان، نؤمن بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. ودي زي أعمال 2:38 بالظبط. وبعدين في ليها فعاليات كتيرة أنا كتبتها في كتاب اللاهوت المقارنة. في حاجة تاني، مثل ما نقدرش ننكره، مثل شاول الطرسوسي. أهو شاول الطرسوسي آمن، فهل خلص بالإيمان وحده؟ ومش بس آمن، وأختير رسولا للأمم، والمسيح أعلن هذا وأشهره لحنانيا دمشق. كل ده في أعمال إصحاح 9. نيجي في أعمال 22:16، حنانيا قال لشاول الطرسوسي، قال له أيها الأخ شاول لماذا تتهاون؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. يبقى كان لغاية دلوقتي لم تغسل خطاياك، مع أنه آمن ومع أنه أختير رسول، قال له قم اعتمد وإيه واغسل خطاياك. يبقى مش مجرد إشهار للإيمان، ليها ما علاقة بمغفرة الخطايا. وبعدين يمسك الآية بتاعت قم اعتمد واغسل خطاياك، يقول لك الذي يغسل الخطايا هو الدم في رؤيا 1:5. طبعا الدم لا يغسل الخطايا إلا بالمعمودية، لكن الدم يغسل الخطايا كده بدون أي إجراء، بدون أي طقس، مش ممكن. وإلا ما كان شاول الدم غسل له خطاياه وانتهى الأمر. والكتاب المقدس سماه غسيلا أيضا في المعمودية. في تيتوس 3:5 بيقول بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. اذا الكتاب سمى المعموديه ميلادا ثانيا وسماها غسيلا. وفي يوحنا 3:5 برضو الميلاد من الماء والروح. وبعدين يقول الاخوه البنويس برضو المعموديه لا تغسل الا الاجساد ولا تاثير لها على النفس. أمال إيه اعتمد واغسل خطاياك؟ ما قالش غسيل جسد، قال تغسل إيه؟ خطاياك. وهي ليست مجرد ماء لغسيل الجسد، ده الكتاب بيقول الماء والروح. من لا يولد من الماء والروح؟ ولذلك حينما نعمد إنسانا لا نعمده بماء عادي، وإنما بنسكب عليه ميرون
عشان روح القدس، وبنصلي صلاة لتقديس ماء المعمودية حتى إن من يغتسل منه يبقى من الماء والروح، مش مجرد ماء عادي. الماء عادي بيغسل الجسد، لكن الماء والروح بيغسل الجسد والروح. ولو كانت مجرد لغسيل الأجساد لماذا ربطها الله بالخلاص وقال من آمن واعتمد خلص؟ ولماذا ربطها بطرس الرسول بمغفرة الخطايا في يوم الخمسين؟ مادام هي مجرد غسيل للجسد، ولماذا اشترطت لكل من آمن؟ لماذا مثلا الخاصي الحبشي طلب المعمودية وفيلبس قال له إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز، في أعمال إصحاح 8؟ إذن لو كان مجرد غسيل جسد عايزة إيمان من كل القلب ليه دي؟ وعايزة واحد يخش من السبعين رسول في الموضوع ليه؟ ما يغسل جسده لوحده وتحتاج لكهنوت ليه يغسل؟ يعني حاجة بتشترط سلطة كنسية تقوم بيها، وبيشترط ماء والروح، وبيشترط الإيمان من كل قلب. إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. وبعدين بيقول بالإيمان تكون مغفرة الخطايا كما ورد في أعمال 10:43 وأعمال 26:18 لكي ينالوا بالإيمان مغفرة الخطايا. هو طبعا لابد أن نفرق بين الرسل حينما يتحدثون إلى غير المؤمنين وعندما يتحدثون إلى المؤمنين. لما يتحدث لغير المؤمنين يقول مش ممكن، لابد يؤمنوا عشان بالإيمان ينالوا مغفرة الخطايا، زي ما قال لكي لا يهلك كل من يؤمن به. غير المؤمنين نقول لهم كده، أما المؤمنون فنقول لهم إيه الطريق الذي أعده الرب لذلك؟ يآمن ويعتمد ويتمسح بالميمون ويأخذ نعمة الروح القدس ويسلك في الصراط الأخ. يعني نفرق بين الكلام اللي بيقال لغير المؤمنين والمؤمنين. يعني مثلا بالنسبة لسجان فيليب قالوا له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. الإيمان هو الشرط الأول، لأن من غير كده ما فيش فايدة. فأول ما آمن عمدوه هو وكل أهل بيته، يبقى دي الخطوة الأولى. الخطوة الأولى وأيضا اللازمة لغير المؤمنين. ثم إذا جبت آية بتاعت ينالوا بالإيمان مغفرة الخطايا، طب ما في آيات كتيرة عن إن مغفرة الخطايا بالتوبة، زي مثلا أعمال 3:19 وزي أعمال 11. هنشوف شوف أعمال 3:19 يقول لك إيه. يقول توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. نقول خلاص بالتوبة مغفرة الخطايا ومش محتاجين لإيمان؟ لا، محتاجين لإيمان. لما يتكلم على المغفرة بالإيمان يجيب لها آيات، لما يتكلم على المغفرة بالخطايا بالتوبة يجيب لها آيات،
لما يتكلم عن المغفرة بالتناول يجيب لها آيات. ما هو في حاجات كثيرة بتكون لمغفرة الخطايا، الإيمان لمغفرة الخطايا، صح، والتوبة أيضا لمغفرة الخطايا. توبوا وارجعوا لكمها خطاياكم في أعمال 3:9، وفي أعمال 11 يقول فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يعجبون يمجدون الله قائلين إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. إذن ممكن بالتوبة الإنسان بينال مغفرة الخطايا. والمسيح لما جه يدي جسده وتمه قال يعطى عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا هذا الصنعه لذكر. إذن لما تلاقي آية عن الإيمان لمغفرة الخطايا مش معناها بالإيمان وحده، بالإيمان مغفرة الخطايا، لكن أيضا بالتوبة مغفرة الخطايا، وأيضا بالمعمودية مغفرة الخطايا. وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا في أعمال 2:38، ويتناول لمغفرة الخطايا ويعترف لمغفرة الخطايا. إن اعترفت بخطايانا فهو أمين وعادل بيغفر لنا خطايانا في يوحنا الأولى الإصحاح الأول. يعني ما يجيش واحد يمسك آية ويتقوقع حولها ويبقى ما فيش في الكتاب غيرها. لا يا حبيبي، عايزين مغفرة خطايا نجمع كل الآيات اللي في الكتاب عن مغفرة الخطايا. واضح الكلام ده؟ وبعدين يقولوا الإيمان هو الوسيلة لحلول الروح القدس. زي ما ورد في يوحنا 7:38 و39 قال لهم إيه؟ من يؤمن بي يفيض من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن ينالوا. الروح القدس بالإيمان إن الروح القدس، طيب، وبوضع اليد كانوا بيقضوا الروح القدس. في بعد ما آمنت السامرة، ده آمنوا السامرة وما كانوش خدوا الروح القدس. مش بتقول لي بالإيمان ياخدوا الروح القدس، ده الإيمان ده مقدمة، ده الباب اللي يتفتح عشان ياخدوا الروح القدس، لكن مش بمجرد الإيمان بياخدوا الروح القدس. أهل السامرة كانوا قد آمنوا وما خدوش الروح القدس، فبعثوا لهم بطرس يوحنا، فلما وضعوا عليهما الأيادي أخذوا الروح القدس. دي في أعمال 8. فأعمال 19 أهل أفسس برضو بولس الرسول لما وضع عليهم اليد أخذوا الروح القدس. وبعدين بقى أخذ الروح القدس بمصحة الميرون. فلما يكون الإيمان للروح القدس وسيلة للروح القدس، يعني هو المقدمة، هو فتح الباب. بعد كده يقول ايه؟ العماد هو شرط لحلول الروح القدس كما ورد في اعمال 2:38، لان اليهود متقلبون، يعني كان بها يعلنوا ايمانهم عشان ما ينكروش. ده تفسير شخصي، وعلى كل ان الروح القدس لا يمكن ياخدوه الناس الا بعد العماد. يقول ايه؟ بالنزول في الماء نعلن اننا متنا مع المسيح، وفي الصعود نعلن قيامته. الكتاب ما قالش نعلن، قال متنا معه بالمعمودية، مش نعلن موتنا، وقال دفنا معه بالمعمودية للموت. في كولوس 2:12 شوفوا قال ايه؟
وفي روميا 6 خلوص 2:12 بيقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمتم أيضا معه. يبقى أنتوا في المعمودية، دفنتم معه بالمعمودية وأقمتم. مش نعلن، لا مش مجرد إعلان، ده عملية موت فعلا معه بالمعمودية. وفي روميا 6 يقول روميا 6 من آية 3 و4، أم تجهلون أننا كل من اعتمدنا ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفنا معه بالمعمودية للموت. مش مجرد إعلان، يعني الناس دول الظاهر بيضحكوا على ما بيقروش الكتب. تضلون إذ لا تعرفون الكتب. الواحد يجيب الآية يلاقي الكلام مظبوط. وبعدين يقول يخلصنا بقيامته وقيمة لأجل تبريرنا في رومية 4:5. طب دول اللي بيقولوا خلصنا بقيامته، ليه ما قالوش خلصنا بالدم؟ هو خلصنا بالدم ولا بالقيامة؟ وقيمة لأجل تبريرنا، وقيمة لأجل تبريرنا، لكن ننال هذا التبرير في المعمودية. وقيمة لأجل تبريرنا ولكن ننال هذا التبرير ايه في المعمودية. وبعدين نقطة تانية يقول الشهداء دخلوا السماء دون ان يعتمدوا كذلك اللص. لا، الشهداء دول ماتوا مع المسيح والمعمودية هي موت مع المسيح، واللص اليمين مات مع المسيح فاعتبرت معمودية. هو بس المعمودية التقديس في المية، ده المعمودية هي موت اصلا مع المسيح وقيامة معه. فاللي حصل ان الشهداء ماتوا مع المسيح وارواحهم صعدت معه، واللص هكذا ايضا. وبعدين يتريقوا على المعمودية يقولوا ايه؟ المغفرة بالمعمودية بتحول الغفران من عمل باطني داخلي بالتوبة والإيمان إلى عمل سطحي خارجي. يعني ده الكلام ده لو كانت معمودية بدون توبة وإيمان، لكن يشترط للمعمودية التوبة والإيمان. اليهود آمنوا ونخص في قلوبهم، وبعدين بطرس قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منهم. يعني مش مجرد معمودية بدون توبة وإيمان عشان نقول عمل خارجي مش عمل باطني، لا، فيها التوبة وفيها الإيمان وبعدين نتعمد. ولذلك الكبار إن ما كانوش يتوبوا ويؤمنوا ما نعمتهمش. الأطفال يعتمدوا على إيمان آبائهم. يقول لك الخلاص يكون بدون عمل صالح من جانبنا. ازاي بقى؟ ده نفس الايمان عمل صالح. يعني الناس اللي يقول لك ايمان بدون اعمال، ده الايمان نفسه هو عمل. امال يطلع ايه؟ وايضا بيقول كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. فازاي بدون أعمال صالحة من جانبه؟ لو بدون أعمال صالحة يبقى إيمان غير مثمر، يبقى إيمان ميت. لأن بيقول لك كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. فبيقول اصنعوا ثمارا وليقوا بالتوبة. وبعدين واحد يقول السبيل للحصول على الخلاص هو قبوله، مجرد قبول الخلاص. يقول لك الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أعطاهم سلطانا أن يصيروا، وكيف يصيرون بالمعمودية؟
هو الخلاص مش مجرد قبول الإيمان، إنما أول ما يقبل الإيمان يبتدي يدخل في الخطوات العملية اللازمة للإيمان. يعني لما آمن السجان في إليبي دخل في الخطوات العملية واعتمد، لما آمن الخصي الحبشي طلب المعمودية. يعني هو أول ما يؤمن يدخل في الخطوات العملية، إنما الإيمان هو المدخل لكل هذا. واحد بيقوله كمان يصحب الإيمان تغيير بتأثير الروح القدس. هو الروح القدس قد عمل مستقل، ولذلك بطرس الرسول قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتنالوا نعمة الروح القدس. دي كان بعديها بدليل ان الناس امنوا ما كانوش خدوا الروح القدس واضطروا انهم يدوهم الروح القدس بطقس اخر. وبعدين يقولوا الخلاص قد تم بالموت الكفاري على الصليب من دينونة الخطية. ده الخلاص من الخطية الأصلية ومن كل الخطايا اللي متوب عنها. لكن بعد ما الخلاص تم بالموت الكفاري من دينونة الخطية وإحنا دخلنا في الإيمان، ألا نخطئ بعدها؟ بنخطئ كل يوم بنخطئ، وإن قلنا إننا لا نخطئ نضل أنفسنا. طب اللي بنخطئه ده يغفر لنا إزاي؟ بالتوبة، بالأشياء اللي هي وضعها ربنا المغفرة. ولذلك هم ساعات يسألوا يقول لك إيه؟ يقول لك الأرثوذكس، أليس الأرثوذكس يؤمنون أنهم خلصوا في المعمودية؟ فلماذا لا يقول الشخص منهم قد خلص؟ هو الإنسان بالمعمودية بيخلص من الخطايا السابقة للمعمودية، لكن طول ما هو موجود على الأرض معرض لخطايا أخرى تحتاج إلى خلاص. عشان كده الكتاب قال تمموا خلاصكم بخوف ورعب، وقال سيروا زمان غربتكم بخوف، وقال إبليس عدوكم مثل أسد يزأر فقاوموه راسخين في الإيمان. إذا طول حياتنا على الأرض حياة جهاد، والخلاص يشمل الحياة كلها. طب افرض انك انت قلت انا قد خلصت واخطيت خطية ضيعت، يبقى فين خلصت دي؟ ده الخلاص عن الخطايا الخطية الأصلية والخطايا السابقة للمعمودية، لكن لسه جهاد الحياة كله يحتاج إلى إيه؟ خلاص. حاجة تانية يقول لك كفاية الدم المرشوش على الأبواب. ده أنا شرحته المرة اللي فاتت في حكاية الفطير وعدم أكل الخمير على الرغم من الأبواب مرشوشة بالدم. وبعدين دايما نقوله خلاص من جسد الخطية. أنا مش عايز باستمرار نعتبر الجسد جسد خطية، لأن الجسد ممكن نمجد بيها الله زي ما ورد في كورنثوس الأولى 6 آية 19-20. بيقول اشتريتم بثمن فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. يعني أجسادكم وأرواحكم دي لله، فممكن الجسد نمجد بيه ربنا، لكن مش ضروري باستمرار نقول الجسد جسد خطية. الجسد يعتبر جسد خطية إذا تمرد على الروح وإذا قاوم الروح، لكن مش كل الأجساد أجساد خطية. في أجساد بتكون للعبادة، للصوم، للصلاة، لخدمة الآخرين، لتمجيد الله. ولو كانت الأجساد كلها أجساد خطية ما كانش المسيح لبس جسد تحديه، وما كانش يحترم روحات القديسين إلى آخره.
يقول لك النجاة من الدينونة والتمتع بالحياة الأبدية يتوقفان أولا وأخيرا على كفارة المسيح التي وفت العدل الإلهي، وأيضا النجاة من الدينونة والتمتع بالحياة الأبدية يتوقفان على الإيمان والتوبة، وأيضا النجاة من الدينونة والتمتع بالحياة الأبدية يتوقفان على الأعمال الصالحة أيضا. لما تيجوا في متى 25 من آية 31 للآخر، لما المسيح وقف ناس عن يمينه وناس عن شماله قال لهم كنت جوعانا كنت عطشانا كنت مريضا كنت محبوس، دي فين فيها الكفارة دي وفين فيها الإيمان؟ ودول اللي ما أطعموش الجوعان وما سقوش العطشان وما كسوش العريان قال لهم اذهبوا إلى النار المعدة لإبليس وملائكته. فبس تقول النجاح يتوقف على كفارة المسيح. طب وكفارة المسيح تنفعك بدون توبة؟ وكفارة المسيح تنفعك بدون إيمان؟ وكفارة المسيح هتنفعك لو مشيت في الخطية؟ هنقول ايه؟ المؤمنون لا يحرمهم الله من الحياة الأبدية بل يؤدبهم هاهنا. الإجابة على هذا السؤال باب طويل عريض في كتاب الخلاص في مفهوم الأرثوذكسي، يا ريت تقروه. طب الناس اللي قال لهم كنت جوعانا فلم تطعموني وكنت عطشانا واذهبوا الى النار المعدة لابليس وملائكته، دول ادبهم ها هنا ولا قال لهم تروحوا للنار المعدة؟ واللي قال لهم ان لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون، هل ادبهم هنا وسابهم؟ والغصن اللي بيقول لك كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار، طبعا ما دام غصن في الشجره اذا هو مؤمن بتسري فيه عصاره الشجره وهو عضو فيه، ف ما نقولش ان مجرد يأدبه في ناس بيهلك، في ناس بيهلك. واللي بيقول دي ماس تركني لأنه أحب العالم الحاضر، يعني ده أدبه وده هلك. بيقول لك قال زهري الفم الله قادر في لحظة أن يخلص الإنسان الذي عاش في الشر، اللي بيحاربونا الكلام ده قادر انه يخلصه اذا تاب، وقادر انه يخلصه لو تغيرت حياته تماما، لكن مش قادر يخلصه كده رغم عنه. ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تؤمن. وبعدين يقول لك في غلطية 3:26 ده وقع فيها صح الكلام، بيقول قال الكتاب لأنكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. غلطية 3:26 بيقول لأنكم أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، اللي بعديها على طول غلطية 3:27 لأن جميع الذين اعتمدوا للمسيح، جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. فلا يكفي ان احنا نبقى ابناء، وانما ينبغي ان احنا نلبس البر الذي للمسيح. وايضا كلمة ابناء في رسالة يوحنا الاولى يقول بهذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. وفي يوحنا الاولى 2:29 يقول ان علمتم انه بار هو
تعلموا أن كل من يفعل البر مولود منه. وبرضه في يوحنا الأولى 3 يقول المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه وزرعه ثابت فيه. هو بس أبناء الله ده لقب، لقب ياخدوه الناس كده زي باسبور تخش بيه المطار. ده أبناء الله دي المولود من الله لا يخطئ الشرير لا يمس ولا يفعل خطية لأنه مولود من الله. لا دي ما تنفعش. يقول لك الخلاص الأبدي هو خلاص من جسد الخطية. لا مش بس الخلاص من جسد، الخلاص من عقوبة الخطية، خلاص من الدينونة، الخلاص من البحيرة المتخبة بالنار والكبريت. هو بس الخلاص من جسد؟ حتى الجسد ده نحن ما بنخلص منه، بس بيتغير إلى جسد روحاني، لكن بيفضل معانا الجسد ده. يقول لك المعمودية لا يمكن أن تكون ثمنا للخلاص ولا وسيلة إليه. الثمن هو دم المسيح، ولكن هي شرط ووسيلة، وأيضا هي موت مع المسيح، وأجرة الخطية هي موت. يقول لك الحصول على الخلاص من دينونة الخطية يكون مرة واحدة فقط في الصلب للتبرير. طب وبعد كده كل خطية أجرة الموت. وما احنا قلنا الخلاص في لحظة لبدع وغيره، قالوا ما يناله الإنسان في لحظة هو نعمة التبرير فقط. هنا نسأل أي لحظة؟ لحظة الإيمان ولا لحظة التوبة ولا لحظة المعمودية ولا الوعي بما أدركه في المعمودية؟ وكل دول ما بيتموش في لحظة. لا الإيمان بيتم في لحظة، ولا التوبة بتتم في لحظة، ولا المعمودية بتتم في لحظة، ولا الوعي بتتم. يقول لك حتى الخلاص في لحظة تعني الخطوة الأولى في طريق الخلاص. حتى هذه الخطوة الأولى لا تتم في لحظة ولا يقال به قد خلص. وبعدين يقول انتم بتعقدوا طريق الخلاص، وطريق الخلاص سهل ان اعترفت بفمك وامنت بقلبك خلاص. رومي 10 حط جنبها اذا كان البار بالجهد يخلص فالخاطئ والفاجر اين انصران. وخذ حكايه ضيق هون الباب اللي يؤدي الخلاص، وقليلون هم الذين يجدون. يقول لك اللي يقول ان اردت تقدر ان تخلص، الله قادر، بس احنا مش عايزين. الله قادر لكن في اجراءات لازم الواحد يمشي فيها. الله قادر انه يخلص، يعني من جهة الله قادر قادر، لكن هو لا يخلصك على الرغم منك. لا، لازم انت تريد. أتريد ان تبرأ؟ هو يقدر يبرأ، لكن بيقول لك أتريد ان تبرأ؟
نكتفي بالمسألة.